حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج منذ البداية. هذا البرنامج الذي يسعى أن يسلط الضوء على تاريخ التعليم الديني في دولة الكويت وأبرز المراحل والمحطات التي مر بها. ضيفنا اليوم هو الدكتور مبارك سيف الهاجري من جامعة الكويت وقسم التفسير والحديث. حياك الله دكتور. يا مرحبا أستاذ مطلق، حياك الله. دكتور مبارك، اليوم نتحدث عن بداية تأسيس قسم الشريعة في جامعة الكويت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قسم التفسير والحديث أسس بداية مع تأسيس كلية الشريعة. نعم. ما يخفى عليكم يعني كلية الشريعة ككلية منفصلة للعلوم الشرعية ضمن كليات جامعة الكويت بدأت من عام 1982 إلى الآن ولله الحمد، توسعت ما شاء الله وتشعبت، لكن الأقسام هي أربعة أقسام: قسم التفسير والحديث، قسم العقيدة والدعوة، قسم الفقه المقارنة السياسة الشرعية، وقسم الفقه وأصول الفقه. فهو منذ تأسيس كلية الشريعة كان هذا القسم يعني قائم. نعم. وما شاء الله القسم يعني توالى عليها ساتذة وأصبح له من أكبر أقسام كلية الشريعة. يعني تزامن أيضا تأسيس قسم التفسير والحديث مع تأسيس كلية الشريعة. نعم تزامن، لكن طبعا كان قبل التخصص تخصصين. نعم. هناك تخصصان لكلية الشريعة، تخصص أصول الدين وتخصص الشريعة. طبعا أصول الدين يشمل العقيدة والدعوة والتفسير والحديث. نعم. وتخصص أصول الشريعة يشمل الفقه المقارن والسياسة الشرعية والفقه وأصوله. والآن لا، أصبح كل قسم له تخصصه. نعم. فطبعا القسم المميز من تخصصين رئيسيين وهو قسم واحد قسمنا اللي هو قسم التفسير والحديث، تخصص القرآن، تخصص بالقرآن بعلوم القرآن وغيره، وتخصص الحديث الشريف. نعم. أصبح التخصص كأنه كلية قائمة لوحده، وإن كان هو يعني قسم، فأصبح تخصص منفرد هو تخصص التفسير والحديث. نعم. دكتور، نبي نتحدث اليوم عن أبرز الشخصيات التي قامت بتأسيس قسم التفسير والحديث. التفسير والحديث منذ تأسيس الكلية ما شاء الله كان موجودا يعني أساتذة، يعني عدة من أبرزهم رحمة الله عليه توفي قبل كم يوم، أستاذ دكتور محمود طحان رحمة الله عليه، معروف وإلى الآن كتبه ما زالت تدرس، يعني من أوائل اللي كانوا موجودين في هذه القسم المبارك. أستاذ دكتور سعد مرصفي رحمة الله عليه، دكتور الأحمدي بن نور وزير السابق كان في مصر توفي رحمة الله عليه، عدد يعني أستاذ دكتور محمد سيد نوح رحمة الله عليه، عدد كبير من الأساتذة، دكتور عبد العزيز المطوع ما زال تقاعد واللي قابلني للابتعاث من خيرة الأساتذة في التفسير، مسي عليه بالخير، عدد يعني ما شاء الله جملة يعني كبيرة في هذا القسم الطيب المبارك من أعمدة كلية الشريعة. نعم دكتور، نلاحظ أن أيضا من المؤسسين أغلبهم يأتون من جامعة الأزهر أو من مصر، من جمهورية مصر العربية. في البداية طبعا كان له دور كبير في تأسيس كلية الشريعة دكتور عجيل نشمي، أستاذ دكتور عجيل نشمي وياسر الله يحفظه، دكتور خالد المذكور اللي كان لهم دور، واستعانوا طبعا بعدد كبير من الأساتذة، الأستاذ الشاذلي رحمة الله عليه من أول عميد كان في كلية الشريعة، ومن الشام ومن كذا كان له أكيد الخبرات السابقة، وكانوا في أيضا من دول أخرى يعني من أفغانستان ومن كذا، كان لا أدركت بعضهم ليس عندنا في التخصص لكن في تخصصات أخرى أدركتهم موجودين في هذه يعني الكلية. نعم. بلا شك الاستفادة من الخبرات، وطبعا أنا ترى من النوع اللي أيد أن مزج الخبرات في كل التخصصات لابد في كل في الطب وفي الهندسة وفي الشريعة أن تكون الخبرات الموجودة من سواء من إخواننا العرب أو إخواننا المسلمين، خبرات تكون يعني مزج في الأقسام العلمية ككل. نعم. شكر لك دكتور، سعدنا بتواجدنا معك، نراك بإذن الله في الحلقات المقبلة. إذن المشاهدين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة. إلى حين ذلك الوقت دمت في أمان الله.